الأردن سيكون الهدف التالي لهجمات إيران، تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس تحمل تهديداً صريحاً للأردن. الخارجية الأردنية استدعت القائم بأعمال السفير الإيراني في عمان للاحتجاج وإيقاف إساءات لإيقاف طبعاً إساءات الإعلام الإيراني للأردن. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال إن مشكلة إيران مع إسرائيل وليس مع الأردن. ورغم محاولة طهران تخفيف حدة التوتر مع عمان بتأكيد القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان أن تلك التصريحات لا تمثل الموقف الرسمي الإيراني في محاولة لامتصاص الغضب الأردني، إلا أن الخلافات تتصاعد بين عمان وطهران، فإلى أي مدى يمكن أن تصل حدة هذه الخلافات في ظل توتر في العلاقات بين عمان وطهران منذ سنوات؟ قام الأردن طبعا كما قلنا على إثر هذه الخلافات بسحب سفيره من طهران في إبريل من عام 2016. من عمان سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، من طهران عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق ونائب رئيس جامعة الأديان والمذاهب. أستاذ سميح، بداية أبدأ معك، كيف يقرأ موضوع الأردن أو حتى لو لم يشر إليه مباشرة بأنه الهدف التالي، خاصة في حال اعتراض الصواريخ الإيرانية اللي مرت من فوق الأردن؟ أولا مساء الخير لحضرتك ولضيفك الكريم ولمشاهدينك. الحقيقة خليني قبل أقول لك بمحددين بالأردن للعلاقات مع إيران. المحدد الأول حرص الأردن على علاقات جيدة مع إيران، وهذا الأمر منذ يعني عقود طويلة، وكان تشهد تحسن مثلا بفترة الرئيس خاتمي، كان في تحسن بالعلاقات الأردنية الإيرانية. الأردن عنده قصتين أساسيات يريد أن لا يحدثا حتى تحدث العلاقة وتتطور إلى الأمام. احنا بنعتقد أنه إيران بلد يعني من الدول الإسلامية التي نحب أن يكون لدينا علاقة طيبة معها. الأول محدد الأول عدم تدخل إيران بالشؤون الداخلية الأردنية، والمحدد الثاني يتعلق بالعلاقات الإيرانية ودخولها للساحات العربية. وكلما تحسنت العلاقة العربية الإيرانية هذا الأمر انعكس إيجابيا على الأردن، وكلما كفت إيران محاولاتها للتدخل بالأردن داخليا كلما ذهبنا إلى علاقة أفضل. هذا الأمر هو الشيء الأساسي اللي يمكن فهم الموقف الأردني فيه. هسا قصة الصواريخ مش صواريخ، نحن بجوز هذا الموضوع الأردن ليس هو الطرف الذي صنع قصة من هذا الموضوع. الأردن دولة لها سيادة، لها حدود، لها أجواء تحترمها، ولها أرض تحترمها وسيادتها عليها، ولها مواطنين من حقها تدافع عنهم. إيران جاءت تريد أن توجه ضربة بغض النظر عن تقييم هذه الضربة، إن كانت مسرحية، إن كانت جادة قوية مؤثرة، هذا الأمر سنتركه جانبا على الأقل في هذه القصة. إيران وإسرائيل لديهم صراع نفوذ بالمنطقة، هم أحرار فيه. هذا الصراع موجود على الأرض السورية، بنشوف ضربات إسرائيلية متتالية على أهداف إيرانية سواء كانت قوات، ميليشيات، أسلحة، مخازن، كمان سياق ليس لنا علاقة فيه كأردن وإن كنا لا نتمنى أن يكون، لكن إيران هي التي أقحمت الأردن أو الجغرافيا الأردنية في صراعها وصراع نفوذها مع إسرائيل. فالأردن يعني يتعامل بمنطق السيادة ومنطق حقه أن يحمي أجواءه ويحمي سيادته ويحمي أرضه ويحمي مواطنيه. القصة يعني هذا الموضوع بالشكل المبسط، إيران تريد أن تمارس أي صراع نفوذ مع إسرائيل. لو ضربت إيران صواريخها من جنوب لبنان مثلا على فلسطين وأصابت أهداف في إسرائيل، ليس لنا علاقة وليس لنا موقف، يعني لا نسقط ولا نخرج طائرات. لو ضربت من الجولان مثلا، وكل أراضي تحت ولاية يعني جهات موالية لإيران أو قريبة من إيران. نقطة لافتة، إيران هي التي إيران هي التي تجاوزت التي تجاوزت الأصول، هي التي أقحمت الجغرافيا الأردنية. ولا يلام الأردن عندما يحترم سيادته وعندما يتعامل بمنطق الأمور بهذا المنطق السيادي بهالقصة. ليس لنا علاقة، نحن لسنا طرف في هذا الصراع بين إسرائيل وإيران، وإيران لتضرب لتهلك إسرائيل لتزيل إسرائيل بالطريقة التي تريدها، لكن عليها أن تحترم أجواءنا وأراضينا وأن تحترم سيادة. أستاذ عباس، هذا القضية ببساطة شديدة. بالضبط أستاذ عباس، هناك فعلا من لام يعني إيران بهذه التصريحات أنه في صراع مع إسرائيل، لماذا التعمد في إقحام الأردن وإطلاق الصواريخ من فوق أجواء الأردن؟ لا بل والتمادي، ويكتب على فارس
أنه إذا هناك كان من يدعم اعتراض الصواريخ فهو الهدف التالي. يعني كيف لإيران أن تضع الأردن في مرتبة إسرائيل في هذا الصراع؟ نعم، تسمح لي يعني طبعا حديث يعني أعطينا الوقت الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا قطعتك ولا شيء، ليش بطرد بدك قاطعك؟ تفضل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم، واحترامي وكل احترامي للشعب الأردني. وأنا أطلت عدة مرات على القنوات الأردنية بكل اعتزاز وبكل فخر، وأكون كل احترام للأردنيين. الحقيقة أنا لو كنت أعرف هذا موضوع النقاش لما كنت أقبل أن أأتي إلى هذا الموضوع. طب لحظة، ولكن لحظة بس شو بلغت إنه شو الموضوع؟ مش بقاطعك، شو الموضوع؟ اسمح لي. لا عشان لا لأنه شوف، أنا أكثر شيء حساس فيه أن لحظة أكثر شيء أنا حساس فيه أن يعني يظن الضيف إنه خدع. لا، إحنا طلبنا ضيف من إيران للحديث عن هذا الموضوع بصراحة، وأبلغت إنه هذا الموضوع يا أستاذ عباس. نعم صريح، أنا معك أخي محمد، بس خليني أكمل. تفضل. أنا تصوري هو هذا، لأنه كان الموضوع يعني الرد الإيراني أنا كان في ذهني. هلأ ممكن هذا يكون يعني لم قالوا هناك ضيف أردني، قلت بكل اعتزاز، ولم أكن أعرف بأن الموضوع الإيراني الأردني، لأني أعتبر هذا الموضوع هو العنوان الغلط والعنوان الخطأ. نحن الآن موضوعنا لا الأردن ولا العراق ولا السعودية ولا أي دولة أخرى، العدو عدو كل الأمة الإسلامية، عدو الدول العربية والإسلامية هي إسرائيل، وأنا أتي في هذا الإطار، ولذلك أنا لم أعرف هذا الموضوع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، احترامي لك وللمحطة التي يعني القناة التي الحقيقة لأول مرة أنا ضيف هذه القناة، واحترامي لضيفك الكريم وأدبه الراقي، أنا سأستمر لنهاية الحلقة. طيب، احنا هذا الكلام لحظة، هي مش مقاطعة. نعم. بس هذا الكلام بالعكس يطلج الصدر. يعني نحن الهدف انه عشان تكون يعني في الصورة، مش الهدف لا تأجيج مشاعر ولا شيء، بقدر ما هو تبيان مواقف انه الأردن كما انت قلت، انت يعني بتعز الشعب الأردني، ففي عتب من الشعب الأردني على التصريحات الإيرانية، فلك ان توضح. تفضل. لا خليني اكمل اخ محمد. تفضل. انا قلت تفضل. هذا الموضوع هو عنوان الغلط، مش عنوان صحيح. طيب. بمعنى الأدرس يعني أقصد. هذا مش صحيح، لأنه الصراع النزاع ليس مع الأردن أبدا ولا مع أي دولة عربية إسلامية أخرى. ما كتبتها أي صحيفة أو أي وكالة هذه في إيران ليست الأمور كمثل بعض الدول العربية، لا أريد أن أسمي القرار، يعني الحديث في الصحافة وفي الإعلام بكبسة زر. هنا يعني أقولها بشفافية وبجدية، هنا مئات المواقع، المحطات، الصحف والوكالات، كل محطة، كل إعلام يستطيع أن يتحدث، ولا أحد يستطيع أن يفرض عليه موقف. الموقف الرسمي موقف الحكومة والتي والدولة ووزارة الخارجية، ومن هذا الباب لن يتحدث أحدا لا من قريب ولا من بعيد، ولن يتطرق إلى الموضوع الأردني. أنا أتصور هناك إثارة وتأجيج لهذا الموضوع، وهناك تضخيم لجملة كلمة من إحدى من هذه المئات من المواقع والوكالات لكي إعطاء نوع من الطريق الانحرافي إن صح التعبير عن القضية الأولى. إيران ردت بكل ذكاء وبكل إناقة وبكل شجاعة، ردت على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل
واخترقت القانون والحقوق والقانون الدولي، وكان هذا الرد، هذا الرد لن يمس لأحد. أنا أتصور الإخوة في الأردن والشعب الأردني، وأنا معرفتي بالشعب الأردني بأنه هو مسرور، الفلسطينيين الأردنيين مسرورين ومبتهجين بهذه الضربة الإيرانية وبهذا الرد وبهذا يعني الإذلال الإيراني للكيان الصهيوني الذي قتل أكثر من 33 ألف إنسان. طيب. كثير كثير أبناء جدته في هذه طيب. في بس هذه خليني الموت. خليني خليني أنا يعني بس أوضح مرة أخرى أستاذ عباس، بدي أنقل الكلام للأستاذ سميع، لأنه المسألة مش متعلقة فقط بمسألة الصواريخ فوق الأردن. هناك عتب، والكلام الآن للأستاذ سميع المعيطة، عتب على إيران أنه، وأنت لك تصريحات أنه في عين إيرانية على الأردن، الأردن هو اللي في دول المنطقة. هذا الكلام غير صحيح. طب خلي الكلام غير صحيح. والله لا أعطيك أستاذ عباس، عباس هذه أستاذ عباس مرت على سماء. بدي أعطيك الرد بس خلينا عشان نوزع الحوار، أنت أكيد يعني مؤمن في العدل في توزيع الوقت، فخلي الأستاذ سميح يحدثنا عن هذه النقطة اللي يعني يقال أنه في محاولات إيرانية يعني التدخل في الشؤون الداخلية وجعل الأردن ساحة لميليشيات إيرانية ولها علاقة في تهريب السلاح للداخل. أستاذ سميح، يعني أولا شكرا للأستاذ الكريم على دبلوماسيته، واضح مهنته الدبلوماسية يعني معطي الأداء رقي جميل، شكرا. وأنا نحب نسمع الأصوات المعتدلة في إيران اللي بتعطي بتحرض على العلاقات الإيجابية مع الدول العربية، وهذا منطق الأردن. الأردن حافظ على علاقات دبلوماسية مع إيران، وما زالت السفارة الأردنية في طهران والسفارة الإيرانية بعمان، حتى في الأوقات التي كان في توتر في علاقات إيران مع الكثير من الدول العربية، وهذا يعني زي ما قلت لك بتماشى مع الرغبة الأردنية بأن يكون في علاقات يعني قوية. الأردن بالمناسبة أدان ضرب الإسرائيلي للقنصلية الإسرائيلية الإيرانية في دمشق، يعني وزارة الخارجية الأردنية أصدرت بيان بهذا الموضوع إدانة لما فعلته إسرائيل في القنصلية في دمشق. أنا بقول إنه إخواننا الإيرانيين هم بيعرفوا، والأخ الكريم دبلوماسي، وممكن يسأل وزير الخارجية الإيراني عن المباحثات التي كانت في بغداد قبل سنة يعني سنوات قليلة، عند في عهد مصطفى الكاظمي لما كان رئيس وزراء العراق، استضافت حوار أردني إيراني واستضافت حوار مصري إيراني، وكان الحديث الأردني مع الإخوان الإيرانيين أنه بضرورة أن تتوقف الحملات التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران والموجودة بالجنوب السوري، حملات لتهريب المخدرات، حملات لتهريب السلاح، حملات لإطلاق طائرات مسيرة تحمل متفجرات وأسلحة إلى داخل الأردن. في محاولات حثيثة، يعني أنا ما بدي يعني بدي أحترم السياق الإيجابي عند في كلام الضيف الكريم، لكن الإيرانيين من سنوات طويلة بيحاولوا أن يوجدوا موطئ قدم في الأردن، ويوجدوا علاقات ويوجدوا اختراقات، وفي كثير من المعلومات اللي عندنا بالأردن أمنيا موجودة عند الدولة، بجوز مش من المناسب أن يحكي فيها على الهواء، لكن السياق اللي بيقوله إنه إحنا نتمنى، وهذا اللي قلته أنا بالبداية، إنه نتمنى الإيران أن لا تدخل بالشأن الأردني، أن لا تحاول أن توجد لها أذرع بالساحة الأردنية، أن لا تحاول أن توجد أشياء خارج سياق العلاقات الرسمية والدبلوماسية. إيران تحاول في هذا الموضوع، إحنا كنا نفهم تماما، وكان السفير الأردني في، وممكن تستضيفه بيوم، سفير ممكن. الأردني في طهران دكتور بسام نعموش، اسأله وشوف عن كل القضايا ومحاولات إيران كانت لموضوع السياحة الدينية وإغراءات قدمت الأردن، محاولات لأسلحة، محاولات لكذا، يعني في سياقات احنا نعرفها وهم بيعرفوها كويس، حتى أحيانا بعض فعل من دبلوماسيين في سنوات سابقة من السفارة الإيرانية في عمان كان في أفعال. نحن نتمنى أن تذهب هذه الأمور إلى وقفة. الحديث اللي كان بين وزير الخارجية الأردني والوزير الخارجية الإيراني في بغداد في جولتين حوار، ثم في الأمم المتحدة حتى في شهر 9 الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان حديث أن على إيران أن توقف هذه المحاولات، أن تردع الميليشيات التي تتبع لها والموجودة اليوم بالجنوب السوري،
أن تردعها عن محاولات لاختراق الساحة الأردنية، محاولات لاختراق الحدود، محاولات لإدخال أسلحة. هذا السياق الأردني الذي نقوله علنا، يعني نحن لا نطلب من إيران إلا أن تحترم سياق العلاقات الأخوية بين بلدين مسلمين منضمين جميعا في منظمة التعاون الإسلامي. فهذا الأمر أنا لدي الكثير من المعلومات، لكن أنا بدي أحافظ زي ما قلت لك إنه في أشياء لا تقال بالإعلام. اثنين، بدي أقول إنه نتمنى أن يكون في خطوة إيرانية باتجاه تحسين العلاقات على القاعدة الأردنية. الأردن يريد علاقات إيجابية مع إيران، وهذا قاله وزير الخارجية قبل يومين، لكن الأردن عينه واضح مفتحة تماما على ما تريده وما تفعله إيران. نتمنى أن يتوقف وتتوقف كل المحاولات. نحن لن نتحول إلى دولة ميليشيات كما هي ساحات أخرى موجودة حوالينا. نحن دولة مستقرة محترمة تحترم سيادتها، عيون أمنها يعني واضحة وقوية جدا على كل ما يجري، ونتمنى أن يكون لدينا علاقات قوية مع إيران على قاعدة. جميل جدا أستاذ عباس، يعني الأستاذ سميح شوف قال كان واضح جابة. الأستاذ سميح كان واضح أستاذ عباس أنه هذا هو مطلب الأردن، علاقات جيدة أخوية مع إيران، وأعجب يعني بطرحك الدبلوماسي، لكن بنفس الوقت قال هذا لا يمنع من الاعتراف بأنه في محاولات إيرانية. وعلى فكرة أبو علي العسكري، سامعني أستاذ عباس، أبو علي العسكري المسؤول الأمني في حزب الله العراقي قال أنه إحنا حشدنا وعددنا العدة لتسليح 12 ألف من ميليشيات تكون في الأردن بما يسد، يعني سلاح بما يسد حاجة 12 ألف مسلح. هناك اتهامات لحشد ميليشيات على حدود الأردن. طيب أليس من حق الأردن أن يعتب يقلق ويحافظ على أمنه في هذه الحالة؟ هلا يعني بدناش تحافظ كثير على دبلوماسيتك أستاذ عباس، بدنا واقعيتك أكثر. طيب أنا مع الوزير، شكرا جزيلا لك. أنا قبل أن أكون دبلوماسيا أنا أكاديميا ويعني جامعي، وربما هذه الدبلوماسية فترة من الفترات بسبب دراستي وتخصصي في العلاقات الدولية، وربما من خلال جوجل أو من خلال الأصدقاء المشتركين مع الأخوة الأردنيين الذين الأكاديميين الذين يشاركوننا ونشاركهم في ندوات عالمية يعرفوني، يعني معرفة شخصية ممكن مع الوزير يسأل عني. طيب. أنا لست مجاملا، أنا أتحدث بصدق وأتحدث بحب ومحسوب على يعني العرف في علاقاتي. طيب بس وهذه ليست بدي تحدثنا عن هذه الاتهامات الموجهة بالأدلة لإيران تجاه الأردن. نعم أنا أريد أن أتحدث في هذا، فلهذا أنا أقول يعني لا أريد أن أجامل الضيف ولا أجاملك. كان مفترض يأتي السفير السابق وهو الصديق فردوسي فور، وهو ربما مطلع لأنه كان سفيرنا في الأردن وهو مطلع على هذه التفاصيل. أنا لا أتصور هنا في إيران يطرح هذا الموضوع الذي طرحته ويفكر بهذا التفكير من خلال علاقاتي ومن خلال معلوماتي. هذه نقطة. النقطة الثانية، هلا إذا أنت تسألني أنا يعني أريد أن أدافع عن واحد في العراق أو في لبنان أو في سوريا أو في جنوب سوريا، شو علاقتي أنا وشو علاقة إيران؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. لا بس هذا مدعوم يعني من إيران، محسوب على إيران. لا لا يا أخي، لا هذه اتهامات واهية، هذه اتهامات واهية. لا لا تصريحات لا، مش لا اتهامات. لا لا أنا لا أؤمن بهذا الكلام أبدا، لأنه أنا أعرف التوجه الإيراني تجاه الأردن بشكل خاص وبشكل، أنا أعرف، أنا كنت صديق للسفير الإيراني السفير الأردني الأول في إيران بعد إعادة العلاقات، هو كان لا أتذكر اسمه، كان شيخ وتوفى رحمة الله عليه، شيخ نوح ربما يعرفه مع الوزير. نعم شيخ نوح كان قال لك شيخ نوح، نعم كان رجل دين وكان مثقف وإسلامي وكان مثقف وإله خلفيته وكان إله دوره وكان إله مكانته في إيران ومحترم. وهذه حقيقة. النقطة الثالثة أنا أريد أن أؤكد لماذا إثارة هذا الموضوع بشكل خاص في هذه اللحظة
وفي هذه الأيام لن يحدث شيء في العلاقات الإيرانية الأردنية منذ زمان، وكانت العلاقات طبيعية منذ زمان. شو موضوع إثارة هذا الموضوع بهذا الشكل بهذه بس هو اللي فرض نفسه يعني الأردن؟ ليش بده يعتب الأردن يا أستاذ عباس؟ يعني أنت من كلامك كأنك توجه الاتهامات إنه في تعمد لإثارة الموضوع. أستاذ عباس، الأردن رسمياً وزير الخارجية معالي أيمن الصفدي تحدث عن هذا الموضوع. أنا قلت مجرد تصريح، مجرد كتابة، مجرد خط، هذا لا تتحمل، هذا الوزر لا تتحمله الحكومة والدبلوماسية الإيرانية والاتجاه الإيراني. يا عمي هنا الصحافة حرة، هنا الوكالات حرة، الجميع يستطيعون يتحدثون عن النظام، يتحدثون. طب مين اللي بتحمل خرق الأجواء الأردنية؟ ماشي يا أستاذ عباس، أنا الصحافي. المشكلة أين المشكلة؟ المشكلة يعني أنت الآن يعني مزعوج من قصف الإسرائيلي، من الرد على إسرائيل، تسأل الأردن من هذا العمل الأنيق. أنت هل منزعج من هذا؟ أنا بسأل سؤال. الأردن قال أخي محمد، أنت يبدو إنك أكثر حرصا من معالي الوزير. أنا يعني أنت يا أستاذ، اسمح لي يا أستاذ محمد، اسمح لي دقيقة. أنت أساسا منزعج من الضربة الإيرانية؟ يا عمي لا منزعج ولا مبسوط، أنا بحاور. أنا أقول ما جاوبتني. الذي رفع راسي قطع الاتصال. طيب تفضل أستاذ سميح، ممكن يكون سامع بس الصورة تعطلت. تفضل مرة ثانية، حتى اللي بيسمعونا لا يعتقدوا إن احنا بنناقش إيران وإسرائيل. نحن لسنا طرفاً في التنافس على النفوذ بين إسرائيل وإيران، هم حرام يتنافسوا عن النفوذ. لا ما في تنافس. لا يا أخي ما في تنافس يا سيدي، دكتور ما في تنافس. كمان إذا أرجوك سمحت، وحتى إيران، إذا إيران تريد أن تحارب إسرائيل تقصفها، مش هذا الموضوع للنقاش. نحن نتحدث عن أجواء الأردن وسيادة الأردن على أرضه وعلى جغرافيته وعلى أسمائه. لا يجوز لدولة، أو من حق، خليني أقول لك الجملة بشكل آخر، من حق الأردن أن يحفظ أمن مواطنيه، لا أن يتهم بأنه يقف إلى جانب إسرائيل. إذا إيران بدها تعاقب من وقف إلى جانب إسرائيل الذي أسقط النسبة العالية جدا، أو بدها نشكمش يعني أغلب التصواريخ. أنا أسألك سؤال. هم البريطانيين والأمريكان يا سيدي، الولايات المتحدة وبريطانيا هي التي أسقطتها، لكن مش الأردن. أنا أسألك سؤال مع الوزير. تفضل. أنا أسألك سؤال، يعني هل الأردنيون الآن منزعجون من الضربة الإيرانية بمجرد العبور على سماء الأردن؟ يا سيدي أنا ما بناقشك في الضربة، إحنا متضامنين مع غزة. الأردن من أكثر الدول، إذا مش أول الدول العربية التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني قبل غزة وأثناء العدوان على غزة وبعده. نحن الشقيق والتوأم للشعب الفلسطيني في مساندته إنسانيا وسياسيا ودبلوماسيا وقانونيا وفي كل شيء. نحن لا نناقش أن هذه الضربة أو ما. أنا بقول لك الأردن اتهم أنه يدافع عن إسرائيل لأنه حمى حدوده وحمى سيادته فقط، لكن ما بنناقش إسرائيل عدو. أنا اللي أمامك بقول لك إسرائيل بفكرها التهجيري وفكرها العدواني نعتقد أنها تمس بالأمن القومي الأردني. القيادة الأردنية تقول أن إسرائيل إذا ذهبت إلى فكرة التهجير فهذا إعلان حرب على الأردن. إحنا ندرك تماما، لا نتحدث عن إسرائيل. إسرائيل طرف معتدي والشعب الفلسطيني تحت العدوان، والأردن يعني يقف إلى جانبه تماما. وإحنا وإيران كنا في القمة العربية الإسلامية في جدة قبل أشهر، نحن نتحدث عن جانب آخر عن هذا الموضوع. أنا أتمنى أن يكون هنالك موقف إيراني واضح، إذا بنحكي بإيجابية، موقف إيراني واضح يوجه للميليشيات التي توالي إيران في العراق وفي سوريا وفي القضايا المختلفة، توجهها علنا أن لا تقترب من الأردن. طيب أنا اسمحوا لي، انتهى الوقت بالأردن. بس أستاذ عباس أستاذ عباس انتهى الوقت فعلا، أنا تجاوزت الوقت، بس لك دين
يعني في دين بدي أستضيفك في موضوع آخر كي لا تظن أنه يعني جيت على موضوع لا تريد أن تتحدث فيه. وعد هذا يا أستاذ عباس. من عمان سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، من طهران عباس حمية الدبلوماسي الإيراني السابق ونائب رئيس جامعة الأديان والمذاهب. شكرا لكم.